ازيكم يا بنات، معاكم وعد. وحشتوني جدا. جلد الوزة ناس بتقول عليها جلد الدجاجة، والمصطلح بتاعها المعروف الشعر اللي تحت الجلد. الشعر اللي تحت الجلد ده الحل الوحيد بتاعه الليزر. طيب احنا مفيش وقت للليزر ومفيش فلوس والكلام ده كله. معايا حاجة حلوة قوي نتائجها من اول مره ان شاء الله، بس مش هقول غير لما تضغطوا لايك وانتوا بتسمعوا الفيديو كده علشان اقدر استمر في كل الفيديوهات. وخليكم معايا. ورجعت تاني يا بنات، انا معايا الاسبوسيد او الريفو. الاسبوسيد او الريفو، تمام كده؟ يعني اسرع حاجه لعلاج جلد الوزه. هنعمل ايه؟ هناخد على قد طبعا، في الرجل بقى، في الايد، في اي منطقه عندك فيها شعر تحت الجلد. يعني طبعا انا همثل بقى كده، يعني طبعا ده مش غالي خالص. العلبه عامله حوالي 10 جنيه، يعني فيها 3 شرايط، مش حاجه غاليه يعني. هنعمل دلوقتي تجربه قدام بعض. هناخد قرصين مثلا، خلي بالكم الطريقه عشان هي اللي هتفرق. قرصين هطحنهم جدا جدا وارجع لكم تاني، خليكم معايا. ورجعت تاني يا حبايبي بعد ما طحنته بقى بالشكل ده. طبعا انا بدي تجربه خفيفه لان انا مش بعاني منه، يعني انا بقول لكم انتوا هتعملوا على قد المكان المراد التخلص منه من جلد الوزه. يعني اهو بص كده. ايه الخطوه الثانيه يا وعد؟ شويه ميه دافيين سبق غليهم ودفيوا. هعمل منه عجينه، هعمل منه عجينه. طبعا انا كل حاجه خفيفه، يعني تيست بس بسيط. عجينه خفيفه كده، ولا منها ماسكه ولا منها سايله، هتبقى بالشكل ده. طيب ايه اللي هيتم تاني يا وعد؟ المكان هنغسله بميه دافيه كويس، ننشفه كويس. هناخد من الاسبرين بتاعنا وهنمشي بحركات دائريه دائره. تحسي كده ان الجلد اللي معاكي ابتدى هو بيبقى خشن، بيبقى فيه حبوب طالعه كده منه بتبقى خشنه. هتحسي ان هو ابتدى يتفرك معاكي وانت عماله تدعكي. بصوا كده وانتوا بتدعكوا كده، هتحسي ان الاسبرين دوت بعد ما اتطحن عمال يفرك في الحبوب اللي طالعه ومسببه جلد الوزه ده، ماشي؟ وهتحسي بفرق رهيب. تسيبيه على المكان المراد التخلص منه لمده 10 دقائق، وبعد كده تقومي تغسلي المكان دوت كويس قوي وتنشفيه. وما تنسيش الفازلين. الفازلين رائع جدا جدا في ترطيب المكان اللي فيه جلد الوزه. الفازلين مهم جدا بعد الوصفه دي، تمام؟ الفازلين. طيب انا مثلا يا واحده، انا مش كل شويه مثلا هقوم اعمل واحط والكلام ده. ممكن نطحن شريط بحاله من الاسبرين ونسخن الفازلين على الحمام بخار ويسيح كده، هيبقى طبعا زي الزيت كده. ونقوم بعد ما نطحن ده ندخله جوه الفازلين ونقلب كويس جدا جدا ونسيبهم ينشفوا مع بعض. هيتجمدوا طبعا وهيصبحوا الاثنين مع بعض. تاخدي منهم كل يوم على بشره، على المكان طبعا مغسول بميه دافيه ومتنشف كويس، وتبداي تدعكي بيه كل يوم قبل النوم. من اول مره انت هتشوفي الفرق، وهتخش تكتبي لي وتقولي لي ايه رايك. طبعا انا بقيت بقى عندي عقده نفسيه، زعلانه منكم جدا لان انتوا ما بقيتوش تدعموني خالص ولا تعملوا لايك ولا اي حاجه. وشكرا جدا عادي، يعني لو فضلت على الحال ده مش هعمل فيديوهات تانيه والله. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.